حكاية خدش الحياة ديت اللي اتكلمت عنها بعض المواقع فيما يخص شيكابالا وفيما يخص كل ما أثير عن قضية شيكابالا نادي الزمالك زي ما أكد مسؤوليه قدموا احتجاج للاتحاد المصري لكرة القدم على ما وصفوه بالألفاظ المسيئة لشيكابالا لكن الجزمة مش مسيئة تكرار رفع الجزمة في وش الجماهير الناس شايفاها مش مسيئة ولا مسيرة ولا خالق لأي توتر ولا شغب اجتماع الاتحاد المصري أو بالأحرى لجنة المسابقات لازال مستمرا وقت ما هيخلص هنقول لكم عملوا إيه في جزمة شيكابالا